هل الآن تقدر تقول إنه محمد صلاح أفضل لاعب أفريقي في التاريخ؟ انا شايف ان هو افضل لاعب في العالم دلوقتي. انا بتكلم على مستوى التاريخ، يعني ما تقدرش تقول محمد صلاح افضل لاعب على مر التاريخ، لكن لا، ممكن تقول افضل لاعب، هو افضل لاعب افريقي في التاريخ حتى الان. حتى الان يعني هو وصل لمكانه لم يصل اليها اي لاعب. يمكن بس نبتدي نفكر شويه في ايزيبيو، ولو انه ممكن يعتبر برتغالي يعني، لكن محمد صلاح هو افضل جورج لاعب وايا خد افريقي. افضل لاعب في العالم، جورج وايا خد افضل لاعب في العالم. بس جورج وايا دايما كان عنده جزء من المراره انه لم يلعب كاس العالم. ف يعني دايما دي كانت عنده احساس، هو قالها لي يعني، انه ما قيمه ان تكون اللاعب الافضل ولا تلعب في اكبر بطوله في العالم. صح، يعني دايما كان عنده المراره دي. اه على العموم يعني، حتى لو كان جورج وايا، فأنا من حقي إن أنا أتحيز لمحمد صلاح.